أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا توجد أمة قامت على الكذب والافتراء والهدم، بل الأمم تقوم على الصدق والعمل والأمانة. وأشار الرئيس في هذا الإطار إلى أن الهدم وإشاعة الأمل الألم والفرقة ليست من سنن الله في الأرض. ما فيش أمة في العالم تطلع قدام أبدا من غير ما تأخذ بأسباب الدنيا، ولكن بيحرسها مسار أخلاقي عميق، ولو تخلت عنه لا يمكن اللي بيتخذوا منهج الأشرار، وأنا بقول أشرار لأن أنا أنأى بنفسي على أن أنا، لا يمكن في أمة تطلع لقدام. و أنا بقول للأشرار اللي هم يتصورون أن ممكن ينجحوا أبداً بغير سبيل المصلحين، مفيش نجاح غير بسبيل المصلحين. الهدم والخراب والتدمير والتشكيك والظنون وإشاعة الألم والفرقة والانحطاط والانهيار والكذب لا يمكن، دي مش سنن ربنا، والله هذا الأمر ليس من سنن الله أبداً.